قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده تقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار ووقف قصف المدنيين في لبنان. وذكر ميقاتي في كلمة متلفزة عقب انعقاد جلسة للحكومة اللبنانية أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن جهود وقف إطلاق النار، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ قرار وقف إطلاق نار فوري في لبنان. تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه إلى اتخاذ قرار بوقف تام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، لا سيما في شقه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية، بما من شأنه أن يضمن حسم تنفيذ هذا القرار. إن هذا الموقف الذي نعلنه ليس مستجدا، بل أكدناه على منبر الجمعية العمومية المتحدة السنة الفائتة، وأعلناه أيضا منذ بدء حرب غزة والمواجهات في الجنوب. والقاسي والداني يعلم أن العدو الإسرائيلي هو الذي رفض التجاوب مع ما طرحناه في هذا الاتجاه.